فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يظن بعض من يجهل سنن الله في خلقه أن العطاء الدنيوي مستلزم للعطاء الأخروي، وأن التضييق الدنيوي مستلزم للتضييق الأخروي، فالله جل وعلا يقول كلا أي ليس الأمر كذلك، فالله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. وبيان ذلك تقريبا للأفهام وعملا بما أمر الله. لا يوصم أحد لغناه بأنه تقي، ولا يتهم بأنه فاجر، فالغنى هبة إلهية لا علاقة لها بتقوى العبد أو فجوره، كما أن الفقير لا يمدح بأنه فقير من أهل الجنة، ولا يذم بأنه من أهل النار، فلا سبيل إلى الجنة والنار إلا بأمرين: الجنة سبيلها الإيمان والعمل الصالح، وغير ذلك سبيل إلى النار. لا علاقة للغنى والفقر والصحة والمرض والعطاء والمنع بالجنة والنار. لكن العطاء الديني هذا لا يؤتاه إلا من أحبه الله.